السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عم بيكا موجود في الساحل الشمالي هو والمدام بيصيفوا، وبيقول إن هو بيقول لنا تعالوا تصيفوا، الناس كلها تيجي تصيف، الغرفة بألفين جنيه في اليوم بس، الغرفة بألفين جنيه في اليوم. طيب انت شايف ظل ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية للبلد فيها، في واحد عم الشعب فيه حد يقدر عنده إمكانية ان هو يصرف ألفين جنيه في اليوم؟ إلا طبقة معينة هي اللي تقدر تعمل كده. إذا كان المرتب كله أو المعاش كله ألفين جنيه، مطلوب منه ان هما الألفين جنيه دول يقضوا الشهر كله، ياخد المعاش او المرتب ويروح يحطه في يوم في الساحل الشمالي. ده الألفين جنيه دول ايجار الاوضه، ايجار الغرفه في اليوم، ايجار الغرفه في اليوم، لسه الاكل والشرب بقى من غير اكل وشرب. ده يعني يدفع الألفين جنيه مرتب الشهر، مرتب 30 يوم وأكل وشرب مفيش. ولو حب يرجع بلده تاني مفيش مصاريف، هيرجع بإيه؟ مرجعش، مفيش مصاريف، يعني معهوش فلوس يرجع بيه. فديت الأسعار دي خاصة بناس معينين بطبقة معينة اللي هي تقدر تسد على المعقول ده. يعني المرتبات في حدود 2000 جنيه، 3000 جنيه، 6000 جنيه. طيب يعني لو الواحد مرتبه هو المعاش بتاعه 6000 جنيه، ياخد المعاش بتاع 6000 جنيه اللي هم المفروض يقضوه 30 يوم، يروح يدفعهم تمن إيجار غرفة في الساحل الشمالي من غير أكل وشرب. يعني انت دلوقتي بايه بتغزي بتبص للناس من بتبص للناس وتقول لهم انا قادر ان انا ادفع 2000 جنيه في اليوم، يعني انا احسن منكم. بتقول ان انا يعني للناس اللي هم اللي في ثانوية عامة والطلبة اللي بيذاكروا وبيذاكروا وبيتعبوا نفسهم والدكاترة، ومفيش حد، مفيش اي وظيفة او اي مؤهل يقدر يسد على زي الايه على زي المصاريف. بتقول لهم انا هوت مغني ومعيش شهادة وبصرف 2000 جنيه في اليوم. لا، بيصرف 2000 جنيه في اليوم ايه ده؟ ده 2000 جنيه دول ايجار الغرفة، لسه اكل وشرب وانتقالات وعربية ومصاريف عربية وحاجات دي كلها، يعني مصاريف كتير. انت محدش يقدر يصرف المصاريف بتاعتي. يعني بتقول ان انتوا يا جماعه ما تتعلموش، بتقول الطلبه والشباب ما تتعلموش وتعالوا كلكم اطلعوا مغنيين مهرجانات. كان في فيلم زمان اسمه الكيف بتاع محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني، لما كان محمود عبد العزيز عايز برضو يغني وبيعمل فرقه كده، وهو صوته وحش، يعني صوته مش مطرب، ما اعتبرش مطرب، واخوه مثلا مدرس ولا مدرس كيمياء، مدرس كيمياء. فكان تملى على طول اللي هو محمود عبد العزيز في الفيلم، كان تملي يعمل اغاني ويعمل اغاني هابطه، اغاني زي اغاني المهرجانات كده، وكان ايه تملي تلاقي معاه فلوس. ويحيى الفخراني اللي هو المدرس بتاع العلم اللي بي 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 بيعلم الناس على طول، معهوش يعني الفلوس بتاعته مش طبعا بيقبض، بس فلوسه مش مقضيه، متملي يستلف من اخوه اللي هو اللي بيغني. ده 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 من زمان اللي عايزين يثبتوا ان الغنى والفن وعدم التعليم بيدر مكسب اكتر من المتعلمين.
لكن احنا برضو بنقول ان التعليم بيهذب النفوس ويفتح العقول وبيرفع مستوى الفرد، بيرفع مستوى تفكيره ومستوى ويرفع مستوى تفكيره ومستوى نظرته للحياة. وعمري عمري ما هن وده يعني انت دلوقتي بتقول للناس شوفوا الفرق بين المتعلم. ما فيش حد متعلم يقدر يجي يعيش العيشه اللي انا عايشها دي، او اي وظيفه تقدر توفر العيشه دي لحد، اللي هي المصاريف اللي هو بيصرفها. لكن طبعا التربية والأصول هي مهما الإنسان حاول يقارن بين ولاد الأصول والمتعلمين وبين اللي هو مش متعلم، لازم هيكون في فرق بين ده وده. وبعدين محدش يعني الناس اللي هي بتقدم انت الناس اللي هما الناس دي الفنانين دول ولا بتاع، بيبقوا الناس بتتلم حواليهم عشان خاطر الفلوس اللي معاهم، وطول الفلوس اللي معاهم خلصت بيبقى فاضي، بيبقى بيسيبوه ومحدش يبدأ محدش يسأل عنه. اما الناس التانية بعلمها فتنيها محتفظة بكيانها ومكانتها ومكانتها من اول ما يتخرج لغاية لاخر الوقت، يعني كل واحد محتفظ بكيانه والناس بتحترمه والناس وتملي ما يحبش يتفاخر بالمساعدات اللي هو بيقدمها للناس. وبعدين الفلوس ما بتعليش في حد ولا بتنقص من قدر حد. كل إنسان حافظ مقامه وحافظ وليه الدرجة بتاعته في المجتمع. يعني الفلوس لا تعلي من شأن البني آدم، اللي بيعليه أدبه وأخلاقه وتربيته، وإن هو إزاي بيرضي ربنا، بيحاول يرضي ربنا وينال رضاه. ويجب أن يكون الفلوس مصدرها مصدر حلال، لأن الفلوس لو كلنا هنسأل عن من أين جبتها، من أين حصلت عليها وفين صرفتها، فكلنا هنتحاسب على كل واحد حاسب على الفلوس اللي معاه. لأن ممكن واحد يحصل على الفلوس ديت من السرقة، ممكن يكون حرامي، ممكن عن طريق النصب، وفي ناس بيكون مصدرها حلال. والفلوس لا بتعلي بني آدم ولا بتوطي بني آدم تاني. وبعدين المفروض ان الناس يعني ما تحاولش يعني تتمظهر وتتعالى على الناس وتظهر لها قوي ان انا معايا فلوس وان انا بجيب كل حاجة، عندي امكانية احصل على كل شيء، عشان ده بيدمر نفسية بقيت المجتمع، خصوصا الناس اللي عندها نقص في الفلوس ومش قادرة تحصل عليها. هم الناس اهم حاجة في الحياة ان الانسان يكون عنده الفلوس اللي تكفيه ان هو يقتضي.
من من بات يحوز قوت يومه فمن بات آمنا في سربه ويحوز قوت يومه ملك الدنيا بما فيها. يعني الإنسان اللي بيبات في بيته وهو آمن، مفيش حد بيهدده، محدش بيطالبه بديون، يبقى معلهوش ديون. من بات آمنا في سربه في بيته يحوز قوت يومه، يعني عنده الأكل اللي يقضيه إن شاء الله اليوم اللي هو عايش فيه. ملك الدنيا بما فيها يعتبر يعني ملك الدنيا، ومش محتاج أي، مش محتاج حاجة تانية. والناس المفروض إنها متتعلاش على بعضها بالفلوس. وأهمية والعلم عمرنا ما نقدر نقول، ما عمرنا ما نقدر نستغنى عن العلم. يعني لو العلم، لو العلم ما هوش مهم، كان سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم علمه الأسماء كلها. لو شايف إن العلم ملوش فايدة مع سيدنا آدم كان ما كانش علمه، ما كانش ضروري إن هو يعلمه، خصوصا إن هو عنده خالق له كل حاجة. لكن أول حاجة ربنا عملها سيدنا آدم علمه الأسماء كلها عشان يبقى عارف، عشان يبقى عنده علم ودماغه مفتحة، ودماغه ما تبقاش فاضية، دماغه ما تبقاش فاضية، ويبقى عنده معرفة بكل شيء. وسيدنا محمد، سيدنا محمد لما راح في ليلة الإسراء والمعراج، ووصل لسدرة المنتهى، وصل لمكان في سدرة المنتهى ما حدش في الدنيا ولا في الأنبياء وصل له. ما خرجش يقول إن أنا أحسن من الأنبياء التانية، أو إن أنا، ويتفاخر على الناس، ولكنه رجع متكبرش على الناس، ولا قال إن أنا وصلت لسدرة المنتهى ومفيش حد زيي. دي محدش زي، ولكنه نزل بعد ما رجع من الإسراء والمعراج، رجع يزاول شغله تاني، ويزاول العمل اللي هو كان بيمارسه قبل ما يطلع يعمل الإسراء والمعراج، ورجع يتعامل مع الناس كلهم بدرجة واحدة. لكن الإنسان اللي يتباهى ويتكبر على الناس دي بتبقى يعني نفوس ضعيفة ومريضة، ويجب الإنسان لا يصير النفوس ولا يصيبها بالاكتئاب والحزن نتيجة لعدم حصولها، أو لم يكن يعني لعدم حصولها على بعض الميزات اللي هم لاقيينها ميزة في الحياة. يعني يجب على المسلم، وخصوصا المسلم، يجب الإنسان المسلم يكون متواضع، ويكون ويبعد عن الغرور، وإن الفلوس ما تملهوش بالغرور والتكبر على بقية خلق الله. وربنا يعفو عنا جميعا، ويبعد عننا الكبر والغرور، والناس تبقى سواسية في بينها وبين بعض، حتى يسود التواضع والمحبة بين خلق الله، ويزيدش الطغينة والكره والعداء بين الناس نتيجة لعدم
نتيجة التفاوت في التفاوت في الحصول في المرتبات أو في الحصول على المال. ربنا يهدينا جميعا لما يحب ويرضى ويوفقنا ويسود المحبة والإخاء بين المسلمين. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.